أهلا ابتسام، مساء الخير. أهلا بك هارون، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا الموعد الرياضي الجديد. بداية، العنف في الملاعب لا يعنينا هو لسان حال بعض رؤساء الأندية الذين لا يكلفون أنفسهم عناء حتى حضور ملتقيات لمحاربة الظاهرة في استهتار حقيقي يكشف عن غياب إرادة لمحاربة الظاهرة. التفاصيل مع كمال مهوي. لطالما كانت قضايا الكرة الجزائرية وسبل تطويرها خارج اهتمامات رؤساء الأندية، فرغم كونهم طرف فعال في استفحال ظاهرة العنف في الملاعب، إلا أنهم يغيبون عن ملتقيات نبذ الآفة، وهو ما تجلى خلال اللقاء التحسيسي الذي نظمه أمن ولاية الجزائر بعد غياب أربع رؤساء من أصل ستة وجهت لهم الدعوة. وفق تعليمات السيد لواء المدير العام للأمن الوطني الذي ما فتي أن يوصي بتطوير الشراكة ما بين مصالح الأمن والشركاء على جميع المستويات، والهدف منها هو التقليل من مظاهر العنف في الملاعب. لازم يعني نديروا اليد في اليد باش نعاونوا يعني بالقرارات الصالحة والقرارات يعني القيمة اللي لازم نقوم بها احنا كمسيرين للكرة الجزائرية، باش يعني نعاونوا المصالح هذو، باش نعاودوا يعني نأمنوا ان شاء الله اكثر فاكثر الملاعب نتاعنا. وباستثناء كمال قاسي سعيد من المولودية ونظيره من الحراش فيصل بن سمرة، فقد غاب رب حداد وولد زمير لبوحفص ورئيس رائد القبة، ما يجعل القضاء على هذه الأفة مؤجلة إلى إشعار آخر. يسبوري الغاية في حكم الله كما سبق للرئيس الفيدرالية، والميساج أترافيرفو الرسالة وصلت. مسؤولية رؤساء الفرق ومسؤولية رؤساء الرابطات ما فيهم الرابطة المحترفة وكل الرابطات الأخرى يعني معنيين باش نديروا اليد في اليد ونعاونوا مصالح الأمن. ليبقى التساؤل من جدوى تنظيم هذه اللقاءات بمبادرة طيبة من الأمن الوطني في غياب الفاعلين الأساسيين من رؤساء الفرق التي تبقى اهتماماتهم أكبر ربما من محاربة العنف وتطوير كرة القدم. طلب فوزي شوشي حارس مولودية الجزائر من أنصار الفريق التحلي بالروح الرياضية والابتعاد عن العنف، وعدا إياهم بإسعادهم في الدربي غدا أمام شباب الوزدات. نشكر الشرطة نقول لهم يعطيكم الصحة على المبادرة هذه، والعنف في الملاعب إن شاء الله مازلنا نشوفوه، ونديروا إن شاء الله نديروا اليد في اليد باش نحوا العنف هذا إن شاء الله، ونقول للاعبين كاع باش نكونوا كاع إن شاء الله نمدوا نظرة مليحة على كرة القدم الجزائرية إن شاء الله على ربي. إحنا دوك حنا نديروا اللي علينا إن شاء الله باش نكونوا واجدين ونديروا مقابلة مليحة إن شاء الله. هذا وأكد كمال قاسي سعيد المدير العام الرياضي لفريق مولودية الجزائر إلى أنه تلقى ضمانات بعودة الفريق مستقبلا للاستقبال بملعب 5 جويلية الأولمبي. الوزارة وحتى يعني المديرية للأمن الوطني يعني رسلناهم ورسلنا تقريبا كل الجهات المعنية باش نستقبل في ملعب 5 جويلية، وتقريبا الكل يعني راهم موافقين باش نستقبل في ملعب 5 جويلية. اليوم عندنا نورمالمون عندنا اجتماع مع المدير تاع مركب 5 جويلية، وان شاء الله نوصل لاتفاق باش يكون ملعب 5 جويلية هو اللي راح نستقبل فيه حتى نهايه الموسم ان شاء الله. اكد فيصل بن سمره رئيس اتحاد الحراش على انه يضع ثقته المطلقه في المدرب يونس افتيسان رغم تسجيله لهزيمتين مع الفريق، مبرزا بأنه من الغير أو من غير المعقول تغيير مدرب بعد كل هزيمة. قابلتين هادو معني احنا رانا نشوفوا باللي فيه خدمة كبيرة ما بين مقابلة وثانية، كان فيه تحسن كبير، ما راناش مقلقين على النتائج، ما راناش مقلقين على النتائج. انا بيرسونيل ما راني كونفيون، ان شاء الله راهم جايين النتائج، يعني حتى الخدمة بدات تبان. دونك ما فيهش مشكل تاع مدرب، عمره ما كان في الحراش وما هوش رايح يكون. في موضوع آخر، أكد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زدشي على أن التعاقد مع المدير الفني السابق للاتحاد الفرنسي فرانسوا بلاكار كان لمنحه منصب مستشار وليس لتولي منصب المدير الفني، موضحا بأن مهامه ستتركز على المساهمة في وضع خارطة طريق لتطوير الكرة الجزائرية. احنا اليوم رانا في إعادة الهيكلة للمديرية نتاع التقنية لكرة القدم في الاتحادية،
ولهذا احنا رانا يعني قمنا بعرض يعني دعوه للسيد بلاكار اللي هو عنده تجربه كبيره في الاتحاديه الفرنسيه لكره القدم، ونتمنى ان شاء الله باش يكون يعني ان شاء الله مستقبلا يعني مستشار في معانا باش يعاوننا ان شاء الله في اعاده تنظيم هذا المديريه الفنيه. تألق جماعي للعديد من محترفين في أوروبا بعد أيام قلائل كانوا ظلا لأنفسهم في مباراة زامبيا، ليطرح على ضوئها السؤال عن ما إذا كان للتخاذل دور في تفاوت المردود بين نواديهم والمنتخب. التفاصيل مع محمد نجيب. أوروبية هذه المرة كانت الفضيحة، مستوى هزيل للاعبي المنتخب الوطني، وفجأة وفي ظرف أسبوع تغير إلى الأحسن. هكذا كان الحال مع الجزائريين في مختلف دورية القارة العجوز بعدما أبانوا على إمكانياتهم الحقيقية، إمكانية لم يرى لها أثر حين تعلق الأمر بالألوان الوطنية. كاين تخاذل ياسر، أنا أقول بلي كاين تخاذل، مي تشوف الفريق تاعه يروح للشوك يصدر الأفر مع الفريق الوطني يلعبوا كما نقول لك الإيكونومي، افتخار باش تكون في الفريق الوطني، لازم ما لازمش تخاذلوا، ما لازمش يدخلوا بأي مجهود من ناحية كما نقول لك المرض التحم اتجاه الفريق الوطني. نتحدث عن نبيل بن طالب، من كان ظلا لنفسه في آخر جولة تصفوية لمونديال روسيا ضد زامبيا قبل أن يتألق ويسجل ويساهم وكل شيء، طبعا لأن الأمر يتعلق بشالكا الألماني لا مكان فيها للمتخاذلين. غلام لم يحد عن القاعدة وحضر في مباراة نابولي كشاهد ومساهم في انتصار كبير على بولونيا. هنا تعود بنا الذاكرة ومعها التساؤل، أين كان هذا الأداء قبل أيام قليلة خلت ضد زامبيا؟ في الفريق الوطني المستوى كما يقول لك يتدنى، لماذا؟ لأن أنا نقول خوفا على لي بليسير بونس، باسكو هذه هي اللي تخليهم يخافوا باش يكونوا في الفرق تاعهم احسن احوال. الفرديه لا تصنع فريقا، ذاك كان على لسان الناخب الوطني لوكاس الكاراز، اما الرد فكان بفرديه صنعت الفريق في ملاعب اوروبا، ما يطرح التساؤل عن سبب هذه المفارقه، وهل للتخاذل دور في الامر؟ مشاهدينا الأفاضل، أهلا بكم في ثالث موعد رياضي إخباري لنهار اليوم. في اتصال هاتفي مع شروق نيوز هونا أمين العام لفريق أولمبي المدية شيخاوي من قضية حارس الفريق عبد القادر مرسلي الذي شارك في اللقاءين الافتتاحيين لبطولة محترفي الأول أمام دفاع تجنانت واتحاد بالعباس بإجازة لاعب يحمل الرقم 20، نفيا كل الإشاعات التي تم تداولها من قبل بعض وسائل الإعلام. شيخاوي الذي مثل اليوم أمام الرابطة شرح لنا كل صغيرة وكبيرة حول القضية، نستمع لشيخ. في الأمر احنا الوسماء ريفريتينا قانون تاع الكومبيتيسيون يقول لي نيميرو دو غارديان 1 و 16 و 30، احنا وحنا ريفريتينا 4 غارديان نورمالمون 3 غارديان، احنا الإدارة ريفريتات 4 غارديان. كابطنا الملفات للرابطة باش نخرجوا الإجازات، خرجوا الإجازات، اقترحنا قلنا لهم باللي يدير عندنا 4 غارديان الرابطة، ما قلنا لهم عندنا لو 1 و 16 و 30 ترامب كومبري، قال لك هذا واش جبتوه حارس رابع، قال لك ما لا ديروه قوم اعطي له نيميرو جوار هذا ما كانوا خرج الإجازة تاعو. ولا اون بوزيسيون هو تيتيلار، قال لك معصوب راه يحرجنا في قال لك شويه ديفيسيل. معصوب احنا كومبيتيسيون نوامر الان 16 و30. دونك لازم تبدلوا له النيميرو. ان شاء الله ما كان والو ان شاء الله. تبدلوا له عاد نديروهم يرجلوا له البروبليم تاعو. نعاودوا نعطوه النيميرو تاع اللي 3 غارديان. كاش راه مسجل في الرابطه، راه مسجل نورمال، ما عندنا حتى كاين الامور تاع اللي تابع عليها العقوبه شيخ، العقوبه اللي تابع عليها كاين الاحترازات، كاين واحد ولا مفروض يعني مزور الهويه. قال المدير الرياضي لفريق مولوديه الجزائر كمال قاسي سعيد ان العميد سيستقبل ضمن منافسات ربع نهائي كاس الكاف في ملعب 5 جويليا، مضيفا ان
بمدير مدير المركب لدراسة إمكانية استقبال زملاء شوشي لمنافسين في الملعب الأولمبي ضمن منافسات البطولة الوطنية. التصريح الملعب راهو في حاله جيده، يعني اليوم كذلك عندي زياره في الملعب وان شاء الله راح نتفاهم نحاول نتفق مع المدير المركب 5 جويليه باش نحاول نمضي اتفاقيه بين مولوديه الجزائر وملعب 5 جويليه. انا دوموندي لا دوميسيلياسيون في 5 جويليه، وعلى بالكم مولوديه الجزائر لازم لها 5 جويليه، ما لازملهاش ملعب صغير. انا نطلب ذلك باش من الوزارة ومدير المركب لخمسة جويلية باش نتفق نهائيا باش نمضي اتفاقية لكي مولودية الجزائر يكون على زوفي، يعني ان شاء الله اللي باش نقدروا نعملوا في ظروف جيدة. من جهة أخرى قال قاسي السعيد أن حادثة الاشتباك التي وقعت له مع رئيس وفاق سطيف حسن حمار تم تأويلها فقط، مضيفا أن حمار تشابك مع عون الملعب وقام قاسي السعيد بفض النزاع فقط. كريم بالعربي ثانية. ما عنديش حادثة مع حمار، لا الحادثة تاع حمار الناس تصور غلطة الناس، يعني حمار كان عنده مشكل مع عون الأمن تاعنا، أنا كنت حاولت نرفض النزاع اللي كان بيناتهم، ما عندي لا مشكل وتقدروا تسألوه. التصرف يعني تصرف من أنا من جهتي كان تقدر تسألوا كاع اللي كانوا حاضرين هنا، كنتوا ما كنتوا حاضرين على بالكم موصل. وعن مباراة الدربي أمام شباب الوزداد قال حارس مولودية الجزائر فوزي شوشي إنه سيحاول رفقة الزملاء في الفريق العودة بالنقاط الثلاث من ملعب 20 أوت، مشيرا إلى أنه كان يتمنى بملعب 5 جويليه. نتابع. والمقابلة إن شاء الله تكون روح رياضية عالية إن شاء الله. يعني مقابلة أنا كما نقول لك مقابلة المولودية كاع فيهم الحرارة وفيهم الحماس، وحنا مالفين نلعبوا على المباراة هذو وإن شاء الله نكونوا كاع في الموعد باش نديروا مقابلة مليحة إن شاء الله. الديربي كان كاع في 5 جويلية شغل كان ونورمال ما فيها والو، حنا نروحوا للفاوت إن شاء الله نديروا باش نكتبوا ربي نديروا ريزلتا مليحة إن شاء الله. يستقبل اتحاد العاصمة بعد قليل ضيفه دفاع تاجنانت في لقاء مقدم لحساب الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم بنية اعتلاء صدارة الترتيب البطولة المحلية قبل موعد رابطة أبطال إفريقيا. ويتواجد أبناء سوستارة حاليا في المرتبة الثانية بأربع نقاط خلف المتصدر شباب الوزداد الذي يملك 6 نقاط، وستكون مواجهة دفاع تاجنانت فرصة للنادي العاصمي من أجل ضمان المرتبة الأولى مؤقتا من جهة والتحضير الجيد للقاء رابطة أبطال إفريقيا من جهة أخرى. قال رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زاتشي أن التقني الفرنسي فرانسوا بلانكار سيكون إضافة كبيرة لكرة القدم الجزائرية في حال تعيينه على رأس المديرية الفنية الوطنية بالنظر للمؤهلات التي يملكها التقني الفرنسي في هذا المجال. قمنا بعرض يعني دعوة للسيد بلاكار اللي هو عنده تجربة كبيرة في الاتحادية الفرنسية لكرة القدم، ونتمنى إن شاء الله باش يكون يعني إن شاء الله مستقبلا يعني مستشار في معانا باش يعاوننا يعني إن شاء الله في إعادة تنظيم هذا المديرية الفنية، وخاصة نعاود نقوموا يعني بهيكلة هذه المديرية وإعادة يعني نمد قوة كبيرة لهذا المديرية، لان عبر هذه المديريه الفنيه اللي رايح ان شاء الله نعاودوا نبنيوا هيكله الكره الجزائريه اللي راح لازمها ترجع للتطور اللي لازمها تكون فيه، لان يعني في الماضي يعني انا اظن بان يعني الشيء اللي كان ناقص الكره الجزائريه وهو يعني سياسه تطوير الكره الجزائريه. المديرية الولائية لأمن ولاية الجزائر يوما تحسيسيا حول تصاعد حدة العنف في الملاعب والحلول الواجب اتباعها للتصدي لهذه الظاهرة، وهذا بحضور العديد من الشخصيات الفاعلة في مجال كرة القدم على رأسهم رئيس الاتحادية خير الدين زاتشي بالإضافة إلى مدير أمن ولاية الجزائر نور الدين بالراشدي. كريم بالعربي كان حاضرا هناك وعاد بالتصريحات التالية. لا يختلف اثنان في أن هدفنا المشترك والمتوخى من هذا اللقاء هو غرس ثقافة التسامح، التآخي، المنافسة النظيفة وترسيخها بعد اعتقاد أنها ولت أو اندثرت. فنقول أن المعدن الطيب لمناصر الفرق الرياضية والمبادئ
التي توارثوها جيل بعد جيل ستبقي النخوة والروح الرياضية متوقدة في نفوس مشجعي ومناصر الأندية الرياضية. مشاكل العنف هذه ما تقدرش يعني المصالح الأمن وحدها تحاربها، ولهذا يعني كل منظومة الكروية وعلى رأسهم يعني المسيرين الاتحادية والرابطات وكل الفاعلين في الفرق وخاصة منهم لاعبين ويعني رؤساء فرق ومسيرين لازم يعني نديروا اليد في اليد باش نعاونوا يعني بالقرارات الصالحة والقرارات يعني القيمة اللي لازم نقوموا بها احنا كمسيرين للكرة الجزائرية باش يعني نعاونوا المصالح هذو باش نعاودوا يعني نأمنوا ان شاء الله اكثر فاكثر الملاعب نتاعنا وترجع يعني الروح الرياضية وترجع يعني الفرجة في الملاعب ان شاء الله. ان شاء الله يعني هذه بداية باش نوعي المناصر وباش احنا كمسيرين يعني عندنا خدمة كبيرة تنتظر فينا وخاصة في الفورماسيون اللي ما نبقاوش نهضروا دائما لو سونتر دو فورماسيون ميم في الكلوب بكري ما كانوش لي سونتر وكانت الجزائر تكون لاعبين. اليوم عندنا خدمة كبيرة باش نكونوا لاعبين باش يكون فيه سبيكتاكل في التيران باش هذا المناصر ما يتقلقش يلتهى بسبيكتاكل ما يلتهاش بحاجة واحدة أخرى. أكدت إدارة فريق مولودية الجزائر أن مباراة النادي الإفريقي التونسي ستلعب بملعب 5 جويلية الأولمبية السبت المقبل في دوري أو في ذهاب دور 8 من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وجاء هذا القرار بعد الشكوك الكثيرة التي حامت حول إقامة المواجهة بالملعب المذكور بسبب عدم جاهزيته التامة على خلفية عملية إعادة زرع العشب، لكن إدارة الملعب قامت بتقديم تأكيدات لمسؤولي المولودية بإقامة المباراة في ظروف مناسبة. يذكر أن الكاف عينت ثلاثي تحكيم مغربي يقوده نور الدين الجعفري بمساعدة يحيى نوالي والحن أزجاو لإدارة موقعة السبت. محليا دائما بعد الهزيمة أمام نادي بارادو في الجولة الماضية استأنف فريق مولودية وهران تحضيراته تحسبا لملاقاة نصر حسين داي هذا السبت بملعب الشهيد أحمد زبانة بوهران. باقي التفاصيل مع فؤاد بوعز. بعد الهزيمة القاسية أمام الصعيد الجديد نادي بارادو استأنفت تشكيلة فريق مولودية وهران تحضيراتها تحسبا لمواجهة نصر حسين داي هذا السبت بملعب الشهيد أحمد زبانة بوهران، حيث سيركز الطاقم الفني الحمراوي على الجانب البسيكولوجي لمحو آثار الهزيمة التي كان لها وقع كبير على نفسية اللاعبين. كنا قادرين نعود على الأقل بتعادل وشفنا بلي الجمهور تاعنا كان فيه تنقل كبير تاع الجمهور تاعنا ونحسينا بلي رانا في ملعب تاعنا وضيعنا نقاط في ملعب تاعنا، وهذه هي اللي تقعد شويه على غورج. مي ما غاديش نعيشوا في مقابله تاع بارادو، البطوله مازال طويله، يفو بلي لو ماتش، يفو كنقول لك حنايا نعاودوا كاع اللاعبين الاداره الجمهور نتاعنا كلشي نعاودوا الثقه، هذه الا مباراه ثانيه. المواجهة المقبلة أمام النهد سيسعى من خلالها فريق مولودية وهران إلى الإبقاء على النقاط الثلاث في ميدانه وتجديد الثقة مع الأنصار، غير أن المهمة لن تكون سهلة حسب الطاقم الفني للحمراوة. كاع اللاعبين الإدارة الجمهور نتاعنا كلشي نعاودوا الثقة، هذه إلا مباراة ثانية في عدة مباراة في 28 مباراة نعاودوا إن شاء الله نعودوا في البطولة، وابتداء من المقابلة اللي راهي جاية ضد فريق نصر حسين داي اللي هي مقابلة مش سهلة، مقابلة صعيبة ضد فريق لعب دو ماتش عنده نقطة واحدة بتعادل ضد اتحاد العاصمة وهزيمة في المباراة الأولى، ما راهم جايين نزها جايين باش يلعبوا كل الحظوظ تاعهم، وحنا ثاني إن شاء الله أوني لا بور جوي لي تروا بوان باش نقعدوا توجور مع الأوائل. تمر المواسم وتتشابه بالنسبة لفريق مولودية وهران الذي يسعى إلى تحقيق القاطعة مع انتكاسات المواسم الماضية، في حين يبقى وفاء أنصار الحمراوة يستحق انتفاضة من اللاعبين لتحقيق موسم استثنائي. اجتمع مدرب شباب قسنطينة عبد القادر عمراني بجميع اللاعبين قبل حصة الاستئناف أين وضع النقاط على الحروف بعد هزيمة الجولة الماضية بتجنانت. عمراني أرجع سبب الهزيمة إلى قلة تركيز لاعبيه من جهة وغرورهم من جهة أخرى. وحضر حصة الاستئناف جل اللاعبين باستثناء بحري المعاقب من طرف الإدارة وبن عيادة وخيتر لتسوية وضعيتهما تجاه الخدمة الوطنية. محمد بحصان أرسلت. مش باش باسكو مردود نتاعنا كان سيء وكان مردود نتاعنا كان جيد نجم نقول لك مفاجأة. هذا الشيء اللي نتأسف له،
ظن بلي كنا خارج الإطار، نقول حتى ربما ملي بدينا التحضيرات لعبنا تقريبا 7 مقابلات ودية ومقابلة واحدة رسمية، مازال ما شفتش مستوى المقابلة اللي لعبنا به ضد تجنات. هذا الشيء اللي حيرني صراحة، وهذا الشيء اللي خلاني ربما كانت على الاجتماع مع اللاعبين درك قبل الحصة التدريبية باش نديروا النقاط على الحروف، باسكو من غير المعقول واحد يشتغل ثلث الأسبوع يعني نجم نقول لك ما نسينا حتى شيء، لا من ناحية تنظيمية، لا من ناحية تدريب، من التدريبات، لا من ناحية ربما لو كونتوني دي زونترينمون، ميم حتى لي سيونس فيديو شفنا درنا دو سيونس، يعني حضرنا المقابلة من كامل الجوانب. يعني يوم المقابلة يعني تفاجأت صراحة، تفاجأت بالمردود تاع الفريق، هذا الشيء اللي ربما تقلقني صراحة، تقلقني صح. نبقى في قسنطينة، فبعد التصرف غير الرياضي أثناء تغييره في لقاء دفاع تاجنانت، استدعي المدافع الأيمن لشباب قسنطينة بحري إلى المجلس التأديبي لتتم معاقبته بغرامة مالية وتحويله إلى الفريق الرديفة، وسيغيب اللاعب عن مقابلتي اتحاد بالعباس واتحاد الحراشة. محمد بحصان ثانية. كاين تصرف يعني قام به في كما غير المدرب، احنا كاداره تاخذ الاجراءات اللازمه، وحنا بحري راه اللاعب تاعنا وماناش رايحين ندبحوه، طبقنا عليه اليوم عقب مجلس تاديبي وراه اللاعب تاعنا وطبقنا عليه كما يقول القانون الداخلي، وعنده غرامه ماليه وراح يكون الاسابيع القادمه ان شاء الله راح يولي يدرب مع الاكابر، باسكو اتخذنا قرار يعطي يدرب مع فريق الامال، وقالت لي ان الوضعيه تاعو شويه معنويه راهي منحطه جدا، والاسبوع الجاي ان شاء الله يعاود يدخل في المجموعه. يسعى فريق اتحاد تلمسان الصاعد الجديد الى بطوله ما بين الرابطات في ناحيتها الغربيه، يسعى للعب دور الحصان الاسود في البطوله وعدم الاكتفاء بصفه الضيف الصغير، وعليه فقد جددت اداره الفريق ثقتها في الطاقم الفني الذي حقق الصعود الموسم المنقضي على امل الوصول الى افضل جاهزيه ممكنه. الممثل الثاني لعاصمة الزيانيين بعد الوداد ومن خلال التحضيرات للموسم الجديد يبدو أنه جاهز لرفع التحدي مجددا. الزميل سفيان عبد اللطيف بعث بالتالي. الطاقم الفني كان خدم معنا من السابق 5 سنوات، وكنا كما يقول لك كان الحظ كان يخوننا على الصعود، ولكن العام اللي فات كنا جبنا المدرب بالعرج بوسحابة اللي سجد الفريق 100%. قمنا بالتحضيرات منذ 25 جويلية، سكدير كنا انطلقنا في التدريبات وهذا، وكنا حضرنا برنامج للتحضير ودرنا تربص تاع 10 ايام، مده 10 ايام هنا في تلمسان، وكل شيء الظروف رحنا كما يقولوا الظروف كل شيء رحنا احنا موفرينها للفريق. تغلب المنتخب التونسي لكرة الطائرة سيدات على نظيره الجزائري بنتيجة 3-1 في لقاء الإياب للدورة التأهيلية للبطولة الإفريقية للأمم 2017 الذي جمع بينهما هذا الأحد بقاعة المتعددة الرياضات ببجاية، وتجرى الدورة النهائية لكأس إفريقيا لكرة الطائرة 2017 في الكاميرون ما بين 25 أكتوبر المقبل. التغطية للزميل توفيق بن يحيى. كما نقولوا احنا سي اون اليمناسيون تري موروز، با اون انطامي الماتش افيك دو بون زانتونسيون، احنا كما نقول لك بدينا الماتش يعني بدينا الشوط الاول يعني كان لصالح الفريق الوطني، يعني في الاشواط الثالثه كما تشوف يعني خلصوا الاشواط يعني توجور بفارق نقطتين، يعني كما نقولوا كنا فريق الخبره شويه في المومو، يعني في الاوقات وين يعني احنا كنا مقلقين شويه الفريق يعني التونسي يعني كما نقولوا الصير الفتره هذه بيكون يعني خبره، وبكل صراحه يعني نقولوا بالفريق الخبره اللي يديهم شويه الفريق يعني في المقابله تاع اليوم. في الاكسبيريونس علينا ما مسيد زيرناهم بزاف، ما خافوا شويه، خافونا شويه ودرنا اللي قدرنا وحبينا نربحوا، حبينا مليح نربحوا، مي دوماج عندهم الاكسبيريونس اكثر منا، ولا لا بروجين فوا ان شاء الله نربحوهم 3-0. والله تعرف مباراة صعيبة، فريق جزائري اليوم ما عنده حتى خيار كان باش يفوز بالمباراة هذه ويلعب مباراة فاصلة غدوة، صحيح معناتها ما كناش في بداية مباراة ما كناش في ما عملناش اون تام دو ماتش باهية، لكن الحمد لله ثم خبرت بعض اللاعبات في مواقف حساسة في أوقات حساسة المباراة هي اللي حكمت على المباراة وحكمت على نتيجة المباراة، نشكر اللاعبات اللي قدموا مباراة طيبة وان شاء الله نشرفوا تونس وشمال افريقيا في البطوله الافريقيه باش تكون في الكاميرون ان شاء الله. الحمد لله يا ربي احنا اليوم ماتش ديسيزيف هذايا، بويسك ربحنا الماتش اللي فات
بيان جيغي الماتش نصور من الاول معناها ما كانش عندنا بريسيون برشا والحمد لله يا ربي وفقنا. ختام الاخبار الرياضيه، الى اللقاء.